إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. لازلنا معكم من قلب القاعة المغطاة محمد مجيد بمدينة الدار البيضاء التابعة لتراب عمارة مقاطعة الدار البيضاء أنفا. إذن كما قلت الدورة الرابعة للجائزة الكبرى جلالة الملك محمد السادس نصره الله للعبة الشطرنج، والمنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إذا معنا أحد المشاركات من مدينة مراكش الحمراء. إذا معنا الفتاة الشابة الجميلة اللي مشاركة معنا في هذه الدورة هذه اللي غتعطينا تصريح حول المشاركة ديالها، واش أول تجربة لها أو أنها محترفة لعبة الشطرنج. إذا باقي التفاصيل غنسمعوا معنا على لسان هذه الشابة هذه. السلام عليكم، سميتي شاوية ياسمين، أنا لاعبة من الكلوب ديال كاسيم الكوكب المراكشي. فرحانة بزاف حيت كاينة اليوم في هذا التورنوا الجائزة الملكية تاع سيدنا محمد السادس نصره الله تاع الشطرنج. كنتمنى انني ندير واحد الاداء اللي مزيان، وبالنسبه للايلو ديالي فانا عندي واحد الايلو انترناسيونال اللي هو 1580، كنحاول انني نحسن منه، وكنحاول انني بكوني انني لاعبه الشطرنج ممكن نقولوا بحال هكا الاحتراف ما كيجيش غير بالارقام وانما حتى باللعب، حيث في رياضه الشطرنج حاليا عندي 15 عام، وبديت كنلعب الشطرنج فاش كان عندي 14 عام، يعني ماشي واحد المده قصيره. وهذا الشيء كي في هذه المده قصيره اي باش كانت المساعده ديال لي بارون ديالك كانوا كما اختيار ديالك بوحدو، كيفاش كانت الشطرنج كتبغي واحد المساعده نفسيه، يعني انت بوحدك اللي خاصك تخدم على راسك. بيان سور لي بارون كيعاونوا وحتى المدرب ديالك كيعاونك، ولكن نقدر نقول لك واحد 80% كتبقى عليك انت، يعني الا ما خدمتيش انت، الا ما مشيتيش ولعبتي ودرتي خدمتي وعرفتي توازن ما بين تيوري وبراتيكيتي هاد الرياضه، فراه ما غاديش دير هذاك النيفو اللي بغيتي انت توصل ليه الا فريمون ما خدمتيش على راسك. شكون اللي كيبان لك اكثر نشاط، اكثر حيويه، اكثر ذكاء بكل صراحه؟ واش العنصر النسوي ولا العنصر الذكوري؟ بالنسبه للعنصر اللي اكثر حيويه فهو العنصر الانثوي، لانه هنايا لانهم الرجال معصبين هنايا وطالع لهم الدم وبغاو ياخذوا لا بروميير بلاص. سينو بالنسبه للعنصر الذكائي ما كاينش العنصر الذكائي، وانما كاين بالنسبه لرياضه الشطرنج الناس الجنس الذكري اللي كيلعب اكثر من الجنس الانثوي. ف يعني الا جيتي تشوف هنايا في الاحصائيات الجنس الذكوري كيمارس اكثر من الجنس الانثوي، يعني اوتوماتيكمون تيكون هو متفوق عليهم، ماشي ذكي عليهم وانما متفوق عليهم غير بشي حوايج اللي صغار، يعني ما هي بنقط اللي صغار. حيت دابا شفنا واحد الظاهره ربما لاول مره كنشوفوا في هذه الرياضه الشطرنج، ماشي كباقي الرياضات كنشوفوا ان السن ما عندوش اهميه. تقدر تلقى مثلا شيخ كبير كيلعب مع طفل صغير، كيفاش كتعيشوا انتم هذه الاحساس هذا؟ واش كيعطيك نسبه ديال الشجاعه انك تولي تواجه مثلا مواقف صعبه، كتولي مثلا عقليتك؟ بالنسبه لهذه القضيه كتجي الناس بزاف كتجيهم غريبه، لانه هذا تورنوا اوفير، يعني جميع مفتوح، يعني جميع الناس من جميع زعما لاج ديالهم، اي واحد عنده اي سن يقدر يجي يلعب فيها. وهذه الحاجه كدل كتورينا بانه الا بغيتي تلعب الشطرنج ماشي ضروري يكون عندك 50 عام ولا 10 سنين، المهم هو شحال خدمتي على راسك، شحال تعبتي باش توصل لهذاك النيفو. بيان سور في الاول فاش الله كتبدا تلعب وكتحط في الرقعه امام واحد الخاص من اللي عنده 50 عام ولا بحال انا دابا يلا لعبت مع واحد عنده 60 عام، ماشي مشكل. لا ربحني ماشي مشكل، ما خديت تجربه. شحال من مره ربحت واحد كبر مني؟ الاغلب نقدر نقول لك يعني الاغلبيه المره اللي لعبت اللي ربحت فيهم كان مع واحد كبر مني، ماشي مع واحد صغر مني. يعني واش هذا الشيء هذا كيعطيك مثلا بيان سور كتحس بواحد الفخر، لانه هو كبير منك، يعني حنا عندنا في المجتمع ديال المغرب يعني هو كبير منك كيعرف احسن منك، ولكن في الشطرنج ما كايناش هذه القضيه. واخا يكون كبر منك ما كاينش بانه كيعرف احسن منك، وانما كتبقى كما قلت لك لا ديفيرونس غير في الخدمه. واخا دابا من ناحيه الجوائز مثلا، واش
هذه الجوائز واش كتوزع على المشاركين كاملين او لهذوك الفائزين مثلا؟ لا، الجوائز كتوزع فقط على الفائزين. الفائزين نعم. كيفاش كتكون الاقصائيات؟ كيفاش كتكون الاقصائيات بالنسبه للشطرنج؟ بالنسبه لرياضه الشطرنج ما فيهاش الاقصائيات، وانما فيها النقاط. اكزاكتومون. اه كيفاش كيدير النقاط؟ واش كتجمع اكبر عدد من النقاط؟ اييه. اللي خدا اقل عدد من النقاط هو اللي كينسحب، ولا كيفاش كاين؟ لا، اللي خدا اكثر عدد من النقاط هو اللي كياخذ، كيجيب الترتيب. مثلا حنا بينا نلعبوا 13 ماتش، الا خديتي 13 نقطه يعني ربحتي كاع الماتشات، كتجي انت الاول. الا خديتي 5 نقاط يعني ربحتي 5 لي ماتش من اصل 13، يعني كتجي فواحد الريتي كما كيكونش لتحت وما كيكونش طالع بزاف. كتجي الماتش تقريبا باش تقدر مثلا تمشي للادوار الاخرى، شحال الماتش كتقدر؟ بالنسبه لكل تورنوا شحال فيه؟ كيقدر كيبدا من 5، كيبدا من 5 حتى 13. بحال هذا التورنوا هذا بينا لعبوا فيه 13 راوند. وبالنسبه الا بغيتي تكون عندك واحد البلاصه مزيان، ممكن تجمعي واحد 8 نقاط ولا 9 نقاط تكون فواحد البلاصه اللي مزيانه. كانت عندك شي مشاركه دوليه ولا باقي ما خرجتي مثلا؟ لا، بالنسبه للمشاركه الدوليه ما عمري ما خرجت على برا، ولكن ولكن لعبت بزاف. اييه ممكن، خصوصا الا كنتي لاعب محترف جدا راك ضروري ما كتخرج على برا، هما اللي كيصيفطوا لك اون انفيتاسيون. سينو في لوكا ديالي انا شاركت بزاف في لي تورنوا هنايا لداخل في المغرب، بزاف بزاف. يعني كيعجبك تشارك في التورنوا؟ كيعجبني نشارك في لي تورنوا. اييه. مشيتي لاكادير؟ ما عقلتش، لا باقي ما مشيتش. الدوره الثالثه شاركتي فيها؟ ما شاركتيش فيها؟ لا، ما شاركتش انا في الدوره الثالثه. اذا اول دوره كنت شاركت؟ اي اول دوره هي هذه. اذا شنو هما بالنسبه للي تورنوا اللي شاركت فيهم ديال الجامعه الملكيه للشطرنج، فهي مدينه ازيلال، مدينه ومدينه بنقرير. اما بالنسبه للي تورنوا اللي ما نظمتهمش الجامعه فكانوا كثار، يعني نقدر نقول لك اكثر من 11، يعني ما نقدرش نقول لك بالضبط شحال. واش في المدرسه كتلقاي بان هذه الرياضه عندها اقبال؟ واش كاين اقبال من طرف التلاميذ؟ واش كاين عطينا واحد الاهميه مثلا الاداره ديال المؤسسات او الاساتذه، او لا كتحسي باقي خاصها؟ لا، بالنسبه لرياضه الشطرنج ما عندهاش اقبال بزاف على المدارس، لانه رياضه الشطرنج فاش القسم اللي كتحط معاه ولا التلاميذ فاش كيسمعوا كتلعب رياضه الشطرنج كيبداو يضحكوا عليك، كيقولوا انت ذكي بزاف، ولا كتجيهم رياضه الشطرنج ما كيفهموش فيها مزيان. وهذه الحاجه ما كتساعدناش الصراحه، ولكن بكوني لعيبه الشطرنج وبكوني زعما انا كنقرا في واحد المؤسسه اللي زوينه بزاف، اللي هي مؤسسه اكسيل الشعله كاينه في مراكش، فهي كتشجع بزاف على رياضه الشطرنج، وهما صيفطوني بزاف المرات انني نلعب. لا كيلقاي لك حمسك؟ اييه، كاين اقبال، كيعطونا موتيفاسيون. عندنا ان كلوب ديال لي زيشيك في المدرسه ديالنا، وانا هي المديره تاع الكلوب تاع لي زيشيك ديالنا، وكنحاول انني نجمع بزاف الناس باش يدخلوا لهذه الرياضه ونشجعهم عليها. كتشجعي فتيات على بيان سور؟ انا ما غنبغيش نشجع، انا ما غنبغيش نشجع شي واحد اللي غادي يولي خاصم عليا من بعد، بغى يولي منافس ديالي. ولكن بيان سور انا اللي كنشجع بكوني لاعبه الشطرنج وبكوني مواطنه اللي كتبغي المصلحه للبلاد ديالها. اذا كتشجعي الفتيات انهم اكثر من الدراري؟ اكثر من الدراري. غنتعقدوا كلشي، كتشجعي الشباب كله؟ الشباب كله ضروري. اذا كنتمنوا لك مسيره موفقه. شكرا. نتمنوا نشوفك في البوديوم ان شاء الله. شكرا. شكرا بزاف. نروح حتى تقسمي معنا ان شاء الله. اذا مشاهدينا الاوفياء كما شفتوا معنا، كانت معنا الشابه من مدينه مراكش اللي حاولت انها تشارك معنا التجربه ديالها، وكما سمعتوا معايا كتحاول انها تشجع حتى الشباب والشابات والاقبال على هذه الرياضه الشطرنج، لانه الشطرنج كيعتمد على الذكاء، واللي ذكي اكيد ما كيمشيش لشي حوايج اللي خايبين، ضروري كيمشي في المسار الصحيح. نتمنى لك مسيرة موفقة. شكرا بزاف.